Alors, Rodé, l'homme d'Armdan, Zida Fouzi, l'Israël, et ça donne quoi? Ramzé. Ramzé. نتمنى ان المحاضره كانت واضحه والحاج منور راه هنايا باش يقدم تفاصيل اكثر ويجاوب على الاسئله ديالكم وشكرا. بالنسبه للجانب الديني احتفالات المناره عندها دلاله. هذه المناره هي رمز لنور رساله الاسلام، والاحتفال الجماعي هو كذلك يعبر عن الروح الإسلامية. واش يا جوليس تخبرنا واش راه صاير؟ سمعت بلا حصنوط تعبى لي دي رومور. عشنا احداث مؤلمه، كارثه سياسيه ما كناش نتوقعوها في بلادنا، انتفاضه شبانيه وشعبيه عنيفه استهدفت ممتلكات الدوله ورموز السلطه، قمع ادى الى خسائر بشريه جسيمه، عشرات القتلى، مئات الجرحى وعدد من المفقودين. كاين اسئله لازم نطرحوها بشجاعه ووضوح، قضيه ضمير وشرف. لو كان نسكتوا نصبحوا متورطين في جرائم ضد شعبنا. وعدنا وثائق تدل على خرق خطير لحقوق الإنسان من طرف قوات الأمن، أقل ما يقال أنها تجاوزات. وصلت للتعذيب، أبشع طرق التعذيب. لا أحتج بصفتي مدير هذه الجريدة، ما نسمحش تحولوها إلى منبر لمناورات سياسوية. أحترم أخلاقية المهنة. جوستومون أخلاقية المهنة تفرض علينا نقولوا الحقيقة وكل حقيقة. واش من حقيقة؟ استغلوا ظروف معلمة باش تزرعوا بالبلة، راكم تكذبوا. سمي قديرو باب الواد قاطع عرفني، التورتير كاينة منها، تاو داوني لو 6 أكتوبر في الليل. بالمطرك باش يضرب تريسيتي كسر القرع ويقعدون عليها، حشاكم داروا فينا اللي ما يدارش. المونكاستر صاوني كيفاه نسكت على جرائم كيما هادي؟ لازم يرتكبوها يخلصوا. حاب نوحد كل جهود، انتوما اطباء عندكم دور هام خاطرش عشتوا واقع ضحايا القمع والتعذيب. ارواح جابك ربي. تفضل. خاطيني السياسه رمضان. ماشي سياسه خويا،
قضية أخلاقية وإنسانية. لا تورتور عانى منها الشعب الجزائري في وقت الاستعمار، وما سمحش تولي ويمارسها جزائري ضد جزائري. اسمح لي، أعطي حق ربي. حتى هنا الشبان تهولوا، وين يشوفوا حاجة نتاع الدولة يصدموا به يحرقوا ويكسروا. مزية الناس الكبار ناضوا نصحوهم وعقلوهم. ما سمعوناش، سمعوا الشيفان ديالهم. شكون هادو؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. هنا نروح. كمل وليدي، مازال حال. هاني مزروب. نتهلا في روحك يا وليدي. درتي حالة بالمنارة في ألجيا؟ الشيخ المنور حكى على كل شيء. كبير مسكين ولا يخرف ولا يلتها غير بالأمور التافهة. إيبا علمولك صحابك تحترم الشيوخة والعوايد. الشيوخة والعوايد تحبوا الشيوخة اللي يفتوا لكم بتحليل البدعة. وش من بدعة؟ وش من بدعة؟ المنارة نتاعك بدعة. بدعة إيه؟ بدعة. شكون قال هذا الكلام يا وليدي؟ الأئمة. أنا عمري ما سمحت إمام قال هذا الكلام. هذا أئمة جدد يا ياسين. عدلي قرا سريفتي يما. العوايد تاع الجدود لازم نحافظوا عليها. تحبوا العوايد نتاع الشطيح والرديح. بصح التقاليد نتاع الصح تعطوا لها بالظهر. واش هي التقاليد تاع الصح؟ اللحية والتشادور؟ لا لا، الجين والويسكي. هذا الكلام هذا ماهوش من عوايدنا، لا صحيحه ولا معوجه. واحترم اختك ولو كان لابسه الجين. سمعت؟ اسمح لي بابا، راني غلط. صحافه شيوعيه، صحافه منافقه، صحافه شيوعيه، صحافه منافقه. قولها ونزيد نعاودها. الصحافه هذه تمولها التيارات الشيوعيه والصهيونيه واللائكيه، تتهمنا بالتطرف على خاطرش حنا ندافعوا على الاسلام الصحيح. الاحتفال بالمولد بدعه، المناره هذه بدعه، لا علاقه لها بالدين، وانما فرصه للتبرج والرقص والاكل والتخلط بالنساء. حبوا يرجعونا للجاهليه. انتوما اهل الجاهليه ما فهمتوش الاسلام. انت تعطي دروس في الاسلام، ترضع البيره كي الحليب. ارحم باباكم. كاش نهار واحد شافوا في المسجد هذا؟ شكون منكم سبقني للمسجد؟ شكون منا سبق عمي الحاج؟ اروح عمي الحاج. اما اللي هو اللي يحكم. ايوب يا وليدي، ماشي حق عليك تخلق الفوضى في هذا المقام. اسمح لنا عمي الحاج، بصح الناس هذو. تهدم. اروح معايا نتفاهموا، تسمع مني ونسمع منك. صحتو كيمنعو المنارة. قدمتها لك هاك زين بها الحانوت تاعك.